الكويتي العتيج ما شاء الله علينا، احنا كل يوم مع الزي الكويتي من الراس للكرياس. اليوم الجوتي هذا شنو؟ هذا باته، هذا مال الغربلي مو؟ ها؟ ولا مال صفا باباني؟ منو كانوا وكلاء الاحذيه غير الله يرحمه العم احمد سيد هاشم غربلي ولا سيد عم جيد غربلي؟ ميض يا مرسيدس جواتي بعد. اي والله وريتني. هم احمد سيد هاشم الغربلي؟ اي نعم. شفت قبره من المقبره الله يرحمه. ولا عبد المجيد؟ هم اثنينهم شنو ماركاتهم رحمه الله؟ الغربلي جاب سيارات بيال. ايوه. هو جاب احذيه الله يكرمه. تعال صلي على محمد وال محمد. هذا شنو؟ هذا هذا الجوتي القديم. شنو ماركت هذا؟ جوتي القديم الماني. منو وكيله؟ وكيله كان اسمه هذا الحميضي نفسه نزله، هو المرسيدس قديم. الحين منو كان من تجار غير يعقوب الحميضي؟ اللي يبون جواتي؟ ايه. الغربلي عندك، والثاني شو اسمه؟ هذا تعال مني سيد السعيد. السعيد جاب الله يكرمك من الهند. الله ليش اول يحرسون الحين كله نعول؟ اول جواتي ورزه يكشخون اول رسميين. انتم بالجيش المصطار من وكيل الصالح؟ اي ولا بهاسين؟ صالح بهاسين كلهم شركاء. الله شنو ميزه المصطار الجيشي؟ زين اول ما تمام زين، يعني عشان ما تعلق الشفره ولا شيء. زين الجوتي البوز شنو؟ البيبوز. البوز والله اول اللي هبوا فيه هاي السبحه اللي بالستينات. البوز ناسي والله ناسي. البوز اللي كذي مثلث بالقدام والله ما كانوا يبون جواتي من مصر بعد ناسي طال عمرك. وين ما احذيه محلات الاحذيه تكرم مصر؟ مصر ما ادري. ما رحت الامام الحسين مصر؟ لا لا. ما زرت رحت مصر كلش؟ لا لا كلش. سيده زينب سوريا؟ لا 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 ولا رحت. كربلاء ولا الكاظم سيد الله الله يسامحك لا تغبي علي والله. المهم بسألك هاي الدشداشة شنو مخامها هذه؟ خام قديمة. شنو هو من وكيله هذا؟ من وكيله؟ عبد الله تلغي العرب. الله والله يعطيه الصحة والعافية الله يرحمه. لا ما توفى؟ سأل لا ذيك اليوم طلع المخرج هذا عبد الله تقي. لا لا هذا المخرج بس هذا عبد الله تقي بالخام توفى الله يرحمه. لا ما توفى سالته اقول لك بالمقبره اي موجود الله يطول عمره. الله يعطيه الصحه. شكرا سيدي. هلا فيك. هلا والله نشوفك على خير مع تاريخ جديد كويتي عتيق.